طريق التاجي. شلون؟ طريق التاجي استاذ. شبي طريق التاجي؟ دمرنا موتنا. بالتاجي؟ اي بالتاجي، بالتاجي. ايه؟ موتنا. صار طريق الموت. والله طريق الموت، يوميا حادث حادثين. اشتغلوا صبوا المصبوا ووقفوا. اشتغلوا منا هنا ووقفوا. دمرونا والله. لحد هسه شو مسوين بيه؟ صبوا هسه غير تبلط مو. بس صبوا. اي بس صبوا. هاي هاي. التاجي طريق التاجي موتنا استاذ والله. الطي كذلك الطي موت. هوش. يعني طريق الموت والله استاذ، يعني يوميا حادث حادثين ثلاثة. يروحون بيها خطيه شهداء والله. والله ازدحامات. اي والله ازدحامات يعني. السلام عليكم. السلام شلونك اخوي؟ حياك الله. تعال انا سايق تاكسي، يعني هسه من اروح كرو 10000 اذبها بنزين وذبها دبلات على رحمن الله والديك. طسات ازدحام، يعني الحب مواصل المعسكر التاجي ساعتين والله البارحه، والله العظيم ساعتين، ورجعت ساعتين خلص النهار رجعت البيت. المن قاعد اشتغل هذا 4 ساعات انا بس رايح للتاج. اي والله كروتها 10 هسه كلها من الكاظميه للتاج 10000 ما يطقثر. زين انا نايم ساعتين بالازدحام ورجع ساعتين، هاي 4 ساعات خلص النهار. بالاربعة بالخمسة صار الدنيا المغرب مو زين، يعني ماكو كل شيء، ماكو اي خدمات ما نشوف. يعني هاي المنطقة خاصة انا ساني قاعد هماتين بس دفتين. ليش تعلم بس تعال نعم. رحنا صار عليك هناك. هذا موضوع طريق التاجي شنو معضلة صار؟ معضلة صار له يعني نقول 3 سنوات كل شيء ماكو. يعني حطوا هذا الصاب داس الصاب من ورا اللوريات، رجعت نفس الشيء ما تنزل. اللوريات ما قدر يسوي لهم طريق؟ ماكو، هذا الطريق رئيسي. يعني هذا يطلع على سامرة، يطلع على بيد، يطلع على الموصل، يطلع على بيجي، هو هذا الطريق رئيسي ماكو غيره. زين يعني هسه احنا عندنا حتى منطقتنا اثروا عليها شهاده التاجي الطي اذا سامع بيها، هم ما تنثروا عليها لان دي اشوف ازدحام دي يوصل اللي جاي من البوابه بشويه طبعا على منطقتنا، وهم نفس الشيء هم يصير ازدحام. خدمات ما بيها، خدمات ما بيها، كلش ما بيها. الله شكرا لك حبيبي، ممنون. هلا حجي.